فل النهارده جايب لكم عرض على الافطار، بس حاجه هتعجبكم قوي. يلا بينا. كل الاطباق الحلوه اللي انتم شايفينها دي سعرها 3 دينار في 750. ونبدا نشوف الافطار بتاعنا العظيم. زي ما انتم شايفين كمان التجهيزات هنا، خبز بيطلع سخن من الفرن عليكم على طول. طبعا الخبز ده مختلف تماما عن اي خبز انتم هتجربوه. لينوز عندهم فرعين، فرع في الافينيوس وفرع تاني موجود في الجهراء. المطعم ما شاء الله كبير، لو عندكم اي مناسبات خاصة او عايزين حاجة زي الكباين برضو موجودة زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى بينا نجرب الفطار. يلا بينا. تعالوا بقى نكلمكم شوية على الفطار لينوز. ده ايه؟ شكشوكة، لبن الكرات، زيتون، جريمر، براتا، تشيز، جبنة بيتا، بلوبري، فراولة، عسل، وجريل الحلوم، ميكس فيجيتابل، خضرة، والبريد الخبز. تسلم ايديك. المكان هنا كلاس قوي، يعني اكل وبرستيج وكمان طعم، والاهم من ده كله ما تنسوش بقى ان الافطار ده كله سعره 3 دينار 750. تقدروا تفطروه في الجهرة او فرع الافينيوس زي ما انتوا عايزين. غريبة. هجيبكم الفطار هنا قوي.